كلنا نعلم أن الأسد ملك الغابة وتخافه جميع الحيوانات وتهرب منه أيضا حتى لا تكون فريسة له. فالأسد يصل طوله إلى 3 أمتار ويصل ارتفاعه إلى 1 متر، ويتمتع أيضا بفك قوي جدا يحمل أنيابا قوية وحادة يصل طولها إلى 8 سنتيمتر، تساعده في التهام أضخم الحيوانات. ومع كل ما ذكرناه سالفا من قوة الأسد، إلا أنه يوجد أخطر حيوان في العالم الأسد يخاف منه بالرغم من أنه صغير الحجم. والآن سوف نتعرف على أخطر حيوان في العالم الأسد يخاف منه. إنه حيوان النيص، هو أخطر حيوان في العالم الأسد يخاف منه، بل أنه أيضا يبتعد عن مهاجمته دائما بالرغم من حجمه الصغير كما هو موضح أمامكم. فهو حيوان من فصيلة القوارض، ويتراوح طوله ما بين 64 إلى 91 سنتيمتر، ويصل طول ذيله من 20 إلى 25 سنتيمترات، بينما يتراوح وزنه من 4 إلى 15 كيلو فقط. ويتميز حيوان النيص بغطاء من الأشواك الحادة التي تستخدمها للدفاع عن نفسها أمام الحيوانات المفترسة. وفي مقدمتهم ملك الغابة، لأنه يعلم جيدا أن هذه الأشواك قد تظل معلقة في فمه طوال حياته. كانت هذه غرائب اليوم، نراكم في الحلقة القادمة بإذن الله.